عندنا عنا ظاهرة خطيرة تهدد الطفولة وقاعدة متفحلة اللي هي التعليم في ما فهمتش لا كتاب ولا مكتب ولا شنو منقبات قاعدين يعطيو في دروس لتلامذتنا لوليداتنا الصغار طفولة شنو اللي قاعدين يعطيو فيهم شنو اللي قاعدين فيهم تحت أي إشراف هالأماكن هذية الأماكن ما فهمتش تحت أي إشراف وزارة التربية قالت ماهيش مسؤوليتي وزارة المرأة ما نعرفش اسكو يدخل تحتها ولا هذه ظاهرة اختيار لأنه خوفي كل خوفي أنه تكون يعني محطة من محطات متاع مشروع تونس الغد متاع أن نأثروا ونمهدوا ونخرجوا أجيال لأنه الطفل كما يقول فرويد أبو الرجل إذا أعددته المرأة ولا الطفل إذا أعددته تعد شعب كريم وطيب الأعراق. قولوا اللي الروضات القرآنية عالم سري وصندوق مغلق حد ما يعرف البرامج متاعها وحد ما يعرف المشرفين عليها وحد ما يعرفش حتى صغاره كيفاش تقرا معناها فهمت والا حد ما ينجم يدخل لها الروضه القرانيه شنو تعليقك؟ والله الاصل انه اللي يقول الكلام هذا لازم يكون عنده على الاقل مسكه من عقل لانه حتى ولي في الدنيا وان كان حب الاباء لابنائهم يتفاوت لكن حتى ولي ولو حبه لولده يعني قليل جزئيا ما يخلي ولده في مكان ما يعرف عليه حتى شيء وما يعرفش عليه عن شكون يقرا ولا كيفاش يقرا ولا شنو الظروف اللي تربى فيها ويقرا فيها خاصه في العمر هذايا 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات ثم ان شاء الله هذه فرصه باش تفضلتوا بحذانا في فرع نور البيان في صفاقس وتدخلوا تشوفوا هالصندوق اللي هو من اول يوم مفتوح ولكن حتى ولو قال كثير من الناس انه مغلق هاي فرصه مش يكون مفتوح والباب مفتوح امامكم باش تشوفوا المقر كامل وين يقراوا الأطفال وين يأكلوا وين يعني القيلولة وتأخذوا أقوال بعض التعليقات بعض الأولياء بلا سابق برنامج ولا سابق أعداد وتشوفوا أحدكم. شنو السبب اللي يقولوا معناها الروضة القرآنية هي عالم سري وإلا صندوق مغلق علاش؟ لأنه كما باش تأخذوا أقوال بعض الأولياء خاصة اللي عندهم أطفالهم هذا السنة الثانية عنا يعني قرأ ولده عنا عم ناول ويكمل السنة لأنه يعني نجاح رابطة نور البيان والصيت اللي خذته رابطة نور البيان والرياضة القرآنية بصفة عامة يخلي الرياضة ما يسمى بالرياضة التقليدية ما تقدرش تواجه الشيء هذا إلا بمثل هذه الإشاعات لأنه يعني ما تقدرش تواجه لا برنامج يعني متين ولا ما عادش تقدر تستقطب الآباء والأبناء بالطريقة اللي كانوا يستقطبوا بها قبل. بالنسبة لباس احنا باش يكون في علم يعني كافة المشاهدين لباس هو موحد بالنسبة لكافة المربيات والمساعدات نلبسوا يعني جميعا طبالي معناتها احنا جوست هويك هكايا خطر انتم معناتها جيتوا بحذين ونقولكم هذه المعلومة ربير. يعني تلبسوا طبلية وتلبسوا عادي يعني عادي ويعني من غير نقاب وكل هل أنه الأطفال هنا يلقوا اضطرابات نفسية وألا صعوبات في طبيعة التدريس وألا الظروف متاع التدريس في الروضة القرآنية لهنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا نرى عكس هذا. أنا تو الثاني سنة عندي بنتي عملية والقريتها هنا وقيت نتيجة إيجابية جدا جدا من احياء من جميع النواحي من الاخلاق من التربيه من الرعايه نتاع الجمعيه هذه من كل شيء. بالعكس هما يجيو متوترين من الفاكونس والكل بالعكس هوني يلقاو راحتهم اون بلوس التعليم الديني وال يعني توسكي ذكروا قران واحاديث واحاديث الصباح والمساء سورتو يريضوهم اكثر من اللي بالعكس يعني مقارنة بالروضات العادية فهمت دونك هما يلقاو راحتهم النفسية أكثر هوني. أنت تحب تقرأ وني في روضة نور البيانة؟ أي علاش؟ خاطرها مزيانة. شنو آخر؟ نلعبوا فيها بالليجو ونخرجوا الحديقة ونضحكوا فيها. روضة هذي سميحة. شنو فيها به؟ شنو تقرأوا فيها الروضة؟ قرآن وأحاديث وغناء. تحب تقرأ في روضة نور البيان أنت؟ نحب. علاش؟ خاطرها باهية. يا ربنا يا ربنا يا رب كل عالمي أنت إله واحد بلا شريك
وأموعي أطعمتنا وسقتنا وجعتنا كمسلمي وأويتنا وغفيتنا يا من تزيد الشاكرين.